مساء الخير يا برج العذراء، نخش على طول على الطاقة العامة لأن أدهشتني قليلا. ذا تاور تا 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 تا. طيب شايفك ازاي؟ هو شايفك ان انت كارتي ده مش ندم، لا شايفك ان انت زعلان على 3 كوبايات او 3 حاجات، يعني زعلان. هي في مشكله في العلاقه، حصلت مشكله، يا اما فعلا مشكله بس هي مش خيانه، بس هي مشكله. هو شايفك ان انت عمال فجرت العلاقه وقررت تمشي وقررت تهد الدنيا على دماغه، ولكن نسيت له جمال تانية، نسيت حاجات تانية، باصص زي ما بيقولوا كده على الشيء اللي المدلوق وسايب ان في حبة في الكوباية. يعني انت باصص على 3 كوبايات اتدلقوا، في كوبايتين وراك، هو شايفك كده، وشايفك ان انت فجأة مرة واحدة وقفت شغل في العلاقة دي. انت ممكن تكون انت بالظبط انت بتشتغل جامد قوي 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 في العلاقه دي، قوي قوي، كنت واقف جنبه قوي ومحسسه، انت محسس، كنت محسسه ان كينج اوف بانكس. ممكن تكون كان في شغل بينكم او حاجه زي كده، بس انت كنت محسسه في المشاعر والعواطف والكلام والاهتمام. يعني فجاه قررت ان انت زعلت منه على حاجات بسيطه ورحت فجرت الدنيا ومشيت. هو برج العذراء مش قماص، ولكن برج العذراء ما بيحبش حد يبوظ له خطته. يعني انا ماشي على خطه، بحبك وتحبني، اهتم وتهتم بيا، فجاه بقى تمشي كده، هحود انا كده، ما يهمنيش، ادوس على قلبي وامشي. فانت حزين قوي، شايفك ان انت حزين قوي على 3 كوبايات وسايب كوبايتين، سايب في حاجتين ورا. طب بص ورا يا اخي، طب ليه وقفت كده؟ هو بيقول لنفسه ليه وقفت كده؟ احنا كنا زي الفل وكنا سمنا على العسل، ليه فجأة خلتني في أزمة مش عارف أعمل إيه؟ ليه كده؟ عملت كده ليه؟ فشايف إن أنت فجأة مرة واحدة بطلت شغلي في هذه العلاقة وتركتها وقلت شكرا على كده، أنا عايز أمشي. طب أنت شايفه إيه بقى؟ الكارتين دول لما يجوا مع بعض يبقى في شخص فعلا في أزمة. في شخص فعلا في أزمة. أنت شايفه إن هو، بص بقى ركز معايا، حط نفسه في أزمة، هو في أزمة، بس هو اللي حط نفسه في الأزمة دي. في حاجة حصلت ما بينكم، ولكن أنا مش ساحرة، أنا مش ساحرة يا ببلاوي، لأ أنتوا مش جايين عمر أفندي هنا. أنا مش عارفة إيه هي الأزمة، ولكن في حاجة عطلت هذه العلاقة، خليتك توقف تماما العطاء وسبته يحل بقى مشاكله مع نفسه. إيه هي؟ الله أعلم، يمكن ان يكون طرف ثالث، وانت اكتشفت ان الطرف الثالث ده معاه قوي قوي، او انه مثلا طلبت منه انه تاخد خطوه جاده في العلاقه، ولكن هو تقاعس عن هذه الخطوه الجاده وحط نفسه في ازمه بقى. فانت شايف ان هو حاطط نفسه في اوهام، في اوهام. الشخص ده ممكن يكون شكاك برضه وحاطط نفسه في اوهام ان انت بتعرف عليه حد مثلا، حاجه زي كده، وبيفكر كتير قوي 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 قوي، هو بيفكر كتير قوي وبيحسب للخطوه 1000 مره، ما يقدرش يعمل خطوه لما يحسب لها 1000 مره، بيكون بطيء ودايما دايما عنده نظره تشاؤميه. انت على فكره انت ما بتحبش كده، انا ما بحبش كده، انا الحياه سهله، انت بالنسبه لك الحياه سهله وبسيطه، قول لي بحبك اقول لك بحبك، اصبر معاك 10 سنين تصبر معايا 10 سنين. انما هو مأزم في حاجة، هو عاملها ازمة في موقف، وفي حاجة هو حاطط نفسه فيها، بس الحاجة دي وهمية او شيء وهمي او مش وهمي، موقف ممكن يعدي ممكن يتحل، بس هو مش عارف يحله. فانت شايف ان هو بطيء قوي وبيفكر كتير قوي ومش راضي يحل الموضوع، وباصص كده النظرة تشاؤمية، الموضوع انتهى او انت مشيتي او انت في حاجه غلط في الشخصيه دي. انا حاسه ان هو مش مريض نفسي، ولكن هو مأزم حاجه، هو في ازمه، في ازمه مش عارف يعمل ايه، محتار جدا جدا. ممكن يكون فعلا في طرف ثالث، وانت فجاه كده قلت له بقول لك ايه، يا انا يا هي، يلا بقى يا بابا حل نفس حل الازمه دي فورا، يلا انا مش هفضل اديلك في حاجات واكلمك واقول لك بحبك واهتم بيك وابقى في العلاقه 100 100، وفجاه فجاه فجاه تسيبني، يا انا يا هي. انت خدت موقف وقلت يا انا على اعدائي، خلصت، ده انا ارميك من فوق البرج انت وهي كمان. يعني انت ممكن تكون واقف في البرج اصلا ورميت الاثنين دول من فوق،
يلا يا عم بقى ما تقرفنيش بقى، انا خلقي ضيق، الجو حر. وبصراحة ممكن يكون عندك حق، لو الشخص ده فعلا كان بيتمايع في اخذ القرار، بس هو يعني شاعر بنقص فظيع من غيرك بصراحة، وفعلا حاسس ان انت فجأة فجأة يعني قلبت عليك كوبايات وقلت له لا شكرا قوي كده، سي قوي كده، مش عايزة منك اي حاجة. طيب هو ايه الخطوة اللي عايز ياخدها بقى، بيفكر فيها؟ هو مش عايز اقول خداع، لان هي ما تقولش خداع، ولكن ممكن اخد لك كارت برضو اضافي هنا. عشان برضو ايه ما نكونش ظلمنا الراجل. علاقة ثلاثية صرف، صرف علاقة ثلاثية، صرف علاقة ثلاثية. الشخص ده عايز ينهي العلاقة الثلاثية دي، ما تخافش، اللي انت عملته صح يا برج الأزرق، الموقف اللي انت خدته ده ميمي، شابوه شابوه يا برج الأزرق، انت بتيجي في الوقت الجد تقلب. هو محتار اهو، انت شايف حاطط نفسه في ازمه، في ايده يختارك او يختار الطرف التالت ونحل بقى المشكله دي، هيخلص يخلص الوقت خلاص، الحياه ما فيهاش وقت ان انا اقضي حياتي كلها قاعده جنبك بخدمك وانت مع واحده تانية. علاقه ثلاثيه هو يعني قرر خلاص، هو مقرر يمشي. بص هنا محتار، عشان انا بقول لك الكارت ده قلقني شويه، هنا محتار، هنا هيختار خلاص، عايز ينهي بقى القرف ده. هو كمان على فكره قرفان لعلمك، يعني هو كمان قرفان من العلاقه الثلاثيه دي خالص، وعايز يرجع لحد من الماضي، ممكن تكون انت، ممكن تكون انت، وعايز بقى ينهي بقى الصراع ده برضو. ده تلات اطراف اهم، تلات اطراف، شاعر بان العلاقه الثلاثيه دي كده ليله زرقاء، مش عارف يعمل ايه، وكلنا خسرانين في العلاقه التلاته دي كده، احنا كلنا خسرانين، كلنا مفيش حد فينا كسبان، محدش فينا كسبان. فعايز بقى ياخد قرار بقى، عايز يعمل تغيير. بص ده شخص بيدبر، هو بيفكر كتير فعلا، يعني كارت الساحر برضو تفكير عميق، ولكن هيطلع بقرار مرة واحدة، لكن اديله وقته، اديله وقته عشان لما ياخد قرار يبقى معاك، يبقى معاك بجد. طب انت مقرر تعمل ايه؟ انت مقرر، بص بقى، انت مقرر تسيبها على الله، يعني خد وقتك في الإجابة و هقف في مكاني لغاية ما القدر يحكم بحكمه بس، وده كلام العقل. انت خلاص، انت اديت له الكلام، اديت له، انت اديت له كلام جامد قوي، ممكن تكون اديت له كلام جامد قوي، وسايب العلاقة دي بقى يحكم فيها ربنا سبحانه وتعالى بما يشاء. لو احنا البعض يا ابن الحلال، هتبقى انت زوجي وانا زوجتك، مش لبعض خلاص. انت زهقت من الوضع عموما، زهقت من الوضع ده، فانت واقف في مكانك عمال تلعب بالحصان كده، وايه ماشي، يروح ويجي راحته، ولكن انت سايبها تيجي زي ما تيجي، هتيجي تعالى تعالى، ما تجيش ما تجيش. ولكن في نفس ذات الوقت اشعر بسيناريو اخر هنا هتأكد منه، ده ممكن تكون عايز تخرج من العلاقة دي تماما، عايز تنهي العلاقة دي، تشعر بان هي كان فيها أزمة. أنت محتار برقنا يا ربي يا إلهي. بص بقى، أنت أنت شاعر بأن العلاقة دي كان فيها أزمة، وفعلا فيها طرف ثالث، وكان فيها تفكير يعني كتير قوي من جهة الطرف ده، أو أنت استغلك كتير، مش استغلك يعني، فضل كتير قوي فيها، ولكن فيها حب، فيها حب، وكان فيها استقرار. بس انت بقى عايز بداية جديدة، سواء بقى مع الشخص ده او مع غيره، بس انت عايز بداية جديدة نظيفة خالية من الطرف الثالث. هتيجي يا عم الحاج يا اهلا وسهلا، بس مفيش طرف ثالث، مش هتيجي شكرا ليك ما شفكش تاني في حياتي، من الاخر على بلاطة. هو ده اللي انت عايز تقوله، هتيجي انا واقف في مكاني مش هعمل اي حاجه، والله ما انا متحركه،
عايز تيجي اتفضل من غير طرف تالت، مش عايز تيجي انا هبدأ بداية جديدة تماما. اه كنا بنحب بعض، اه بنموت في بعض، بس لا انا اسف، ستوب لغاية هنا، ستوب. وعايز كمان لو هيرجع الشخص ده تاني يبقى فيه توازن، يبقى فيه توازن، ميبقاش فيه طرف تالت. هو محتار، هو كان محتار ما بينك وبين حد تاني، ده وش يعني، وما كانش عارف ياخد قرار، فهتقول له لا ستوب، وقف هنا، يا انا يا الطرف ده، يا انا يا دي. طيب هو عايز يقدم لك ايه؟ او شايف العلاقه دي فيها ايه؟ هو شايف العلاقه دي فيها حب كبير قوي، صح كده؟ يعني الكينج اوف كابس والكينج اوف كابس والكينج اوف بانتكلز، يعني الحب والغرام والاستقرار والبدايه الجديده والبدايه الحقيقيه، وهنقول هنا لبكره الصبح كلام كتير قوي. هذه العلاقه بالنسبه له علاقه متكامله، علاقه متكامله فيها كل حاجه، وعايز يقدم لك عرض جديد، عايز يقدم عرض جديد. انما انت بقى برضو هنا يحمل السينيور النهنين اتنين سيناريو. انا واقف في مكاني اهو، باصص لقدام وماليش دعوه بعروض، تيجي ما تجيش براحتك، ولكن هتيجي يبقى مفيش شيء من الماضي يجي معك، الطرف التالت ما يجيش معك. هتقرب من حياتي بالطرف التالت هقول لك باي باي بكل بساطة، هتيجي بطرف تالت هقول لك دف واقفل وانهي على الماضي وعليك، وانا وانت ننط، ولا ليه عزيز ولا ليه غالي. بس كده اتنين سيناريو في هذه القصة، اقدر اقول اتنين سيناريو. انت مخيره، مخيره، وعشان كده انت واقف في مكانك. هتيجي من غير طرف تالت، هتيجي من غير اي مشاكل عموما، ملاش طرف تالت، هتيجي من غير اي مشاكل. لو الطرف تالت ده عيلة اب ام، تيجي وانت حالي مشاكلك، عشان انا ايه؟ عشان انا تعبت، تعبت في ان انا بشتغل في العلاقة دي لوحدي، وانت تحت طوع ابوك وامك بمعنى ادق كده. يعني امك تقول لك لا دي وحشه، خلاص يا امي خلاص تمام، لا مش هسمح لك بكده تاني. هتيجي تنهي على الماضي كله ونبدا صفحه جديده مع بعض. مش انت شايفني الكينج اوف كابس وشايف ان انا بدايه حلوه، يبقى انا استحق. طيب النصيحه ايه؟ النصيحه بتقول لك التين اوف، التين اوف وندوز هو شخص، الاول كده قبل ما اوضحها، تين اوف وندوز شخص ماشي في طريق القدام، هو متقدم اهو، ولكن بيحمل معاه الماضي دائما. فالنصيحة بتقول لك شيل بقى الام الماضي دي وابدا صفحة جديدة، يعني بطل، يعني خلاص بقى انسى بقى راحت فين، انسى بقى اللي حصل، خلاص انسى اللي حصل، ابدا صفحة جديدة مع نفسك بقى، وما تحملش الام الماضي كده وانت ماشي قدام. انت لو عايز تبدا علاقة جديدة انسى القديمة. لو برج العذراء اللي شايفني دلوقتي عايز يبدأ علاقة جديدة بعد هذه العلاقة وفعلا نهى عليها، لو سمحت بطل تفكير.